السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا اسمي عبد القيوم هادي من مجموعة التاسعة. بحثنا في القصص القرآني. اليوم أنا أود أن أشارك معكم قصة عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. ذكر الله تعالى هذه القصة عن موسى عليه السلام. أيها الإخوة الأحبة، هذه القصة ذكرها الله تعالى في سورة القصص. أمر عندما وصل موسى عليه السلام في ماء مدين، كان يرى امرأتين مسكينتين تنتظران دورهما في سقي الأنعام. قد ساعدهما موسى عليه السلام في ذلك. في نهاية القصة قد تزوج موسى عليه السلام إحدى ابنتي رجل صالح. أيها الإخوان، في هذه القصة عظيمة ثلاث فوائد. أولا، حرص المرأة المسلمة على الآداب الشرعية، هي كأنها جوهرة. ثانيا، من يحرص على أن يعمل عملا صالحا سواء في كفالة الأيتام والإحسان إلى الأرامل والضعفاء فله جزاء مباشر في الدنيا، كما سبق في قصة موسى عليه السلام حيث قد تزوج امرأة صالحة. وثالثا، التشرف بأي عمل صالح، يعني عمل حلال. ليس عيب أن الإنسان يعمل عملا ما دام أن هذا العمل يكسبه مالا حلالا. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله سنلتقي في لحظة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.